عبد الله بن مسعود. كان عبد الله بن مسعود غلاما يافعا لم يجاوز الحلم، وكان يسرح في شعاب مكة بعيدا عن الناس، ومعه غنم يرعاها لسيد من سادات قريش عقبة بن أبي معيط. كان الناس ينادونه ابن أم عبد، أما اسمه فهو عبد الله، وأما اسم أبيه فمسعود. كان الغلام يسمع بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في قومه، فلا يأبه لها لصغر سنه من جهة، ولبعده عن المجتمع المكي من جهة أخرى، فقد دأب على أن يخرج بغنم عقبة منذ البكور ثم لا يعود بها إلا إذا أقبل الليل. وفي ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كهلين عليهما الوقار يتجهان نحوه من بعيد، وقد أخذ الجهد منهما كل ما أخذ، واشتد عليهما الظمأ حتى جفت منهما الشفات والحلوق. فلما وقف عليه سلم وقال: يا غلام، احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ بها ظمأنا. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلين قوله، وبدا على وجههما الرضا عنه. ثم قال له أحدهما: دلني على شاة لم ينز عليها فحل. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل واعتقلها، وجعل يمسح ضرعها بيده ويذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه: ومتى كانت الشيات الصغيرة التي لم تنز عليها الفحول تدر لبنا؟ لكن ضرع الشاة ما لبث أن انتفخ، وطفق اللبن ينبثق منه غزيرا. فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن، وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقياني معهما، وأنا لا أكاد أصدق ما أرى. فلما ارتوينا قال الرجل المبارك لضرع الشاه: انقبض. فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قلت للرجل المبارك: علمني من هذا القول الذي قلته. فقال لي: إنك غلام معلم. كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلوات الله عليه، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. فقد أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغلام، وأكبر أمانته وحزمه، وتوسم فيه الخير. لم يمضي غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود، وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فوضعه الرسول صلوات الله عليه في خدمته. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلوات الله عليه ملازمة الظل لصاحبه، فكان يرافقه في حله وترحاله، ويصاحبه داخل بيته وخارجه، إذ كان يقظه إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويلبسه نعليه إذا أراد الخروج، ويخلعهما من قدميه إذ هم بالدخول، حتى دعي بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتدى بهديه وتخلق بشمائله، وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. وتعلم ابن مسعود في مدرسة الرسول صلوات الله عليه، فكان من أقرأ الصحابة للقرآن وأفقههم لمعانيه وأعلامهم بشرع الله. ولا أدل على ذلك من حكاية ذلك الرجل الذي أقبل على عمر بن الخطاب وهو واقف بعرفة، فقال له: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة، وتركت بها رجل يملي المصاحف عن ظهر قلبه. فغضب عمر غضبا قلما غضب مثله، وقال: من هو ويحك؟ قال عبد الله بن مسعود. فما زال ينطفئ ويسرى عنه حتى عاد إلى حاله، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم أنه بقي أحد من الناس أحق بهذا الأمر منه، وسأحدثك عن ذلك. واستأنف عمر كلامه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر ذات ليل عند أبي بكر، ويتفاوضان في أمر المسلمين،
وكنت معهما. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي بالمسجد، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، ثم التفت إلينا وقال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس عبد الله بن مسعود يدعو، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سل تعطه، سل تعطه. ثم أتبع عمر يقول: فقلت في نفسي: والله لا أغضبن على عبد الله بن مسعود ولا أبشرنه بتأمين الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه. فغدوت عليه فبشرته، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره، ولا والله ما سبقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه. ولقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود بكتاب الله أنه كان يقول: الله الذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأعلم أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطى لأتيته. ولم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانوا قلة مستضعفين، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم إياه. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بشر. فقال: دعوني، فإن الله سيمنعني ويحميني. ثم عاد إلى المسجد حتى أتى مقام إبراهيم في الضحى، وقريش جلوس حول الكعبة، فوقف عند المقام وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومضى يقرأها، فتأملته قريش وقالت: ماذا قال ابن أم عبد؟ تبا له، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. عاش عبد الله بن مسعود إلى زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما مرض مرض الموت جاءه عثمان عائدا فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذه منذ سنين؟ قال: لا حاجة لي به. لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى، ولسانه رطب بذكر الله، ندي بآياته البينات، فصلى عليه جموع المسلمين فيهم الزبير بن العوام، ثم دفن في البقيع يرحمه الله. العبرة: قصة سيدنا عبد الله بن مسعود مليئة بالعبر. في لقطة هي الأقوى من وجهة نظري، وهي أنه لما راح عشان يقرأ القرآن على قريش في الكعبة وزعماء قريش موجودين، وأصحابه حذروه من عاقبة اللي هو بيعمله، أنه هو ملوش شوكة وضعيف فممكن يتضرب، لكنه كان عنده ثقة في الله أن ده مش هيحصل. والحقيقة أنه اتضرب وحصل اللي هو اللي هم حذروه منه. وأظن أن ده يناسب حالنا دلوقتي، هي ان احنا بندعي وشايفين نفسنا احنا المسلمين، وان اكيد ربنا هيكون بيحبنا، وان اكيد ربنا هيكون معانا، وانه هينزل صاعقة من السماء تهلك الظالم وتهلك المجرم الكافر اللي بيقتل في المسلمين ليل نهار، وبنسمي ده حسن ظن. لكن الحقيقة الموضوع مش كده، وانا عارفة ان دي صدمة لبعض الناس، بس للناس اللي مش فاهمة ده انا صح، ان ربنا سبحانه وتعالى حاطط زي ما تقولي كده مبادئ وقواعد في التعامل المسلم مع المسلم والمسلم مع الكافر، شروط عشان تنجح في الدنيا وشروط عشان تنجح في الآخر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عشان تخش الجنة فلازم تكون من المتقين، يعني صلي وصوم واعمل شوية عبادات وأدي شوية مناسك
وادعي وتوكل وشوية أمور قلبية. طيب أنا عايزة بقى أنجح في الدنيا، عايزة أهزم العدو في الدنيا، عايزة أنشر الدين في الدنيا، طب ما أنا بتقابلني عقبات. يا ترى الدعاء والتقوى والعبادات هل كفيلة بأن هي تخليني أنجح؟ لا، يعني عشان أنجح وعشان أنتصر دي منظومة تانية ليها أسباب تانية. يعني لو قعدنا ندعي من هنا للصبح أن فلسطين تنتصر وأن إسرائيل تمشي مش هيحصل. طيب ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد اتهزم المسلمين في الاول، والنبي عليه الصلاه والسلام تعرض للاصابه. طب اشمعنى دي الغزوه الوحيده اللي اتصاب فيها النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان زي ما قلت لكم قبل كده عوامل النصر كانت ناقصه. طيب هو النبي عليه الصلاه والسلام اثر في حاجه؟ لا ما اثرش في حاجه، بس اصحابه في منهم من اثر في حاجه، في منهم كان جاي عشان ياخد الغنيمه، كانش جاي عشان يعلي كلمة الله. طب وإيه ذنب بقية الصحابة التانيين؟ لأن إذا كان في خبث في الصف المسلم بيعمل خلل. طب إيه عوامل النصر؟ عوامل النصر هي أول حاجة الوحدة، والوحدة مش وحدة الصف بس، وحدة النية، وحدة الهدف. عشان بس إيه ما تستنيش من ربنا معجزة تحصل لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا هو اللي منعه، إنما مش منع كل الصحابة من الأذى، لا محصلش كده. ما وعدناش ربنا ان احنا لما نصلي ونصوم ما حدش من الكفار هيقدر يجي ناحيتنا ولا هيقتلنا، لا ما وعدناش ربنا بده على فكرة. امال هو قال لنا ايه؟ انهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني انت هتتبهدلي وهتطردي وهتطحني وبعدين وتليك الجنة في الاخر. طب والنصر؟ لا النصر ده بقى ايه، موضوع تاني ليه عوامل تانية. اللي فاهم الدين على ان انا لما اقرب من ربنا ربنا هيحقق كل احلامي هو كده فاهم غلط. امال احنا بنقرب من ربنا ليه؟ احنا بندعي ليه وبنصوم ليه وبنعمل كل ده ليه؟ لان هو امرنا بده، نسمع الكلام عشان يرضى عنا ودخلنا الجنه. طيب مش هيصلح لنا امورنا في الدنيا؟ مش هيجوز لي البنات؟ مش هيرزقني بالفلوس؟ مش هيعمل لي كده معجزه كده في حياتي؟ قد تحدث او لا. طيب ما انا لما ادعي مش ده هيحصل؟ لا مش شرط. النبي عليه الصلاه والسلام لما اتصاب في غزوه احد واتكسرت رباعيته قال ايه؟ لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. طب ربنا كان قال له ايه؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم، مش دعوه بقى دول عبادي. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو الاعلم بما يصلح العباد، وهو الاعلم متى ياتي النصر. ممكن يكون منتظر ربنا سبحانه وتعالى مننا شيء، لو راه لا اصلح الامور. احنا لسه متفرقين، لسه كلمتنا مش واحده، والسبب هو حب الدنيا عن الاخره، هو ده السبب. لما نوصل الاخره تبقى اغلى عندنا من الدنيا احنا هننجح في حياتنا على فكره، سواء في الدنيا وفي الاخره. انما احنا طول ما احنا متعلقين بالدنيا ومتاعها احنا مش هنوصل لحاجه. يعني نعمل ايه؟ نبدا بنفسنا الاول. ده انت بنفسك الاول حاولي تفهمي دينك صح. المعلومات الخطا هي للاسف المنتشره، كل الاحاديث الضعيفه هي المنتشره بين الناس، كل الاحاديث الصحيحه محدش عارف عنها حاجه. فاحنا زي ما تقولي كده الدين كان مترتب الورق بتاعه من 1 لـ10، بعد كده الورق ده وقع واتنطور في كل حتة، وابتدى كل واحد يجي يجمع الورق ده، يحط الورق 2 بعد الورقة 5 ويحط الورقة 10 رقم 1، والدنيا متلخبطة. عشان كده العلم الديني ما جناش مظبوط 100% على فكرة، جه متفرق، كلمة من يمين كلمة من الشرق كلمة من الغرب، ودي ما ينفعش يبقى كده خالص. الدين لازم يتعلمه بشكل منهجي متدرج. طيب وايه الدليل اللي انا بقوله ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما بعت سيدنا مصعب للمدينه عشان يعلمهم دينهم قال له على المنهج الرباني الصحيح في العلم، قال له اول ما تبدا به التوحيد. ايه هو التوحيد؟ اللي هو من الله. طيب وبعد كده فين هم قبلوا؟ وقال لهم بقى ما حل الله وما حرم. احنا بقى ابتدينا بالحلال والحرام قبل ما نبتدي بالتوحيد، لان انت لما بتبقيش عارفه عن ربنا صح ومش فاهماه صح انت بتعكي اخرك. فلو سمحتوا نبتدي بدراسة العقيدة، وهنا في القناة في دروس بتاعة شرح كتاب حقيقة الإيمان، ذاكريها كويس افهميها كويس. جزاكم الله خيرا، ربنا ينفعنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.